وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأجتاز السماء جلالا. إذن أستاذ الدكتور محمد، اللي أنا أزعجك كثيرا، مسك الختام اللي الله يحفظه من حبي له. إيش استفدت من الجلسة هذه دكتور؟ وش الخطة العملية الآن؟ لأنه هو قال كلمة دكتور هو يفكر إني زعلت وأنا فرحت لأنه من قلبه. قال يا أخي والله ما عدريت إيش، أنا القناعة كلها موجودة، نفس نادية، نفس فلان، نفس، لكن ما داري كيف أسوي، إيش أعمل؟ فهل قد عرفت إيش تعمل الآن؟ إيش بتعمل الآن؟ إيش بتعمل الخطة؟ بس تحط لك الكلمة أستاذ قيمة. طبعاً أنا بديت من أول يوم في الشركة مقتنع بالشركة، بس ما تكلمت من قبل انه مش مقتنع كيف الناس بيشتري 100 رينجت. يعني 100 رينجت هذه كبيره، يعني طالب مصروفه 500 رينجت بيروح يشتري 100 رينجت من ديكسين، هذه جريمه. وكيف بيسوي الشهر الثاني والثالث؟ لكن لما تفهم من شهرين ثلاثه اربعه وترجع له شويه شويه، خمسه اشهر ولا 100 رينجت جيبه اذا كان عضوه قليل ومشيته بسيطه، ما فكرش في هذا الكلام. الشيء الثاني يقول لك هذا منتج، ايش اللي يعمله الرجال هذا؟ بيدي لنا اشجار وكذا، بيضحك علينا صاحب الصيني هذا. تمام، يعني الحافز يقول هذا بيشتغل الصيني، انا ما اشتغلش انا العربي، يعني صحيح. من باب ولا وكذا، هذه من العقبات اللي بنناقشها باذن الله. وقت اخر انسان بيحترمك تقول له يا اخي سجل، سجلني ما تشي بعدك البحر. انا الحمد لله ما بش معي عقبه بتسجيل اعضاء. خلال كم سجلت؟ 70 واحد. انا الاسبوع اللي جيت لعندك اليوم من ذاك الاسبوع اليوم سجلت 40 غير ال 70. خليك من الاول ما شاء الله. اقول لك ثقه و... ما حد يقول لي ما قد كلمت واحد يقول لي انتظر وارجع لك، وارجع لهم الثاني سجل، ما كلمه واحد يسجل يسجل. بس المخطط الثانية البيع، البيع المنتجات، المنتجات من مرة ورقة ما فيش واحد اشترى. إذا بيع زي ما قال الدكتور أستاذ محمد يسويها، هو لازم تراجع الحلقة من أولها. إحنا مدقوقة يعني. أيوة. لا لا السابق أنا أتكلم عليه السابق. إحنا نريد توجدوا حل لكل مشكلة، ختام حل. الدكتور محمد يسجل لما يشوف يصير قدر ظروفهم، قدر ظروفهم عندهم فلوس. فما يسددون نقاط. المرة السابقة لما بدأ قبل ثلاث سنوات ما كان معي. أيوة خلنا نسمع، ما يسددوا بدون تسديد نقاط. أيوة خلنا بعدين بنتكلم. أول ما بدأت هنا قبل ثلاث سنوات ما كان معي لاجين ولا لاجي ولا شيء، كانوا معي طلبة وأصحابي من البلاد وناس معارفي. ما تقدر تقول له اشتري، هو منتظر منك تدي له فلوس أو تعمل له شيء أو ما تقول له روح اشتري بدي إكسين وأنا بكسب بعدك $6 و$3، يعني يعتبرك ضصص دماء مش بني آدم. الإحساس هكذا موجود. الذي قلب النظرة الذي جاء من داخل الحرب، جاء من داخل المعارك، من داخل يعني جحيم الإيمان. بعض الأحيان لو تدي لواحد دولار تقول روح لما يرضي لك الطيارة، بدي لك تذاكر ودي لك فندق ودي لك مرافقين وروح لما يقول لا. الأخوة جاءوا من الإيمان مع الدولارات جاءوا يتمشوا وجاءوا يركبوا الطيارة جاءوا يتسيحوا. فالوضع قلت على حسب ديكسن، اذا ما دام هكذا اذا في معي طريق، حتى لو زعلت اصحابي شويه شهرين ثلاثه أيوة هو بيحصل فلوس بيفهم. يعني انتقل ل يعني بعض عند الدكتور لما يشكرك بطنك هل هو النقاسي يحب عليك؟ صحيح. المشكله انه لازم نبدا بالضغط شويه. الان انا كيف بسوي؟ الان ما بدخل في جروبات مثل ما تدخلوا انتم، كل الناس تدخل الجروب. اخي تعال معي ديكسن، خليك من الخبر. انت كم معك اعضاء الواتساب؟ يقول معي كم معك في الفيسبوك؟ 5000. تعال يا اخي 5000. ال 5000 حقك انت متخرج منهم 200 من جزء عظيم، كيف بتسوي؟
من طلعت الخمسة آلاف؟ قال علاقات، أنا صحفي، أنا كذا، أنا كذا. خلاص يا أخي اشتغل، دخل بيها المادي، إذا ما تحتاج الفلوس أنت سجلهم خلهم يفتح الله عليهم، خليك أنت بعيد، خليك فاتحة خير، أعجبك اشتغل اشتغل، ما أعجبك سجل الناس يدخلوا. فمشت الآن ما تخلص مثلاً كل مشت نجيب حل يعني دكتور. الآن سجلت الذي تحتي أنا 10 تقريباً والبقية 40 تحتهم، أسجله وأقول له داري 4-5 أسجله تحتك. قد عملت الآن مع 4-5 كذا يعني معي 4 خطوط ماشي فيهم الآن. إذن في خطوات عملية. فبسجل واحد وأقول له روح اديني ناس ثمانية يسجل بعدهم. ليش؟ قل له إحنا بنعمل يوم نقطة ونروح نشتري كلنا مرة واحدة. أيوه. أنا ما بخليك تشتري أنت وأفك لك وأمشي، لا بخليك تسجل بعدك ناس وتكسب بعدهم وتمشي بعد اللي بعدك هكذا حتى كل واحد يسجل الثاني. وماشي الأمور إن شاء الله طيب. يا سلام. نشوف كان الدكتور بس الشيخ سمح تعليق مهم نشتي نوجد قفزة للدكتور لو قد طلع ماسي ما تشوفه ترى غلط الدي اكسن ما تلزم الأعضاء بالشراء خلي هذا مش ما تنسى بعد يعني هو هذا المفروض نفهمه ونركز عليه ما في عندنا إلزام بالشراء عندنا إلزام بالبيع لأن احنا مسوقين لو قلت أنا ما أقدر أسوق المئة نقطة إذن هذا العمل ما يفيدك ترى نرجع على الكلام اللي قاله أبو عمر لازم تبيع إذا ما تبيع أنت مو مسوق ما عندي ما تعرفين اسمح لي أنا ما أقول لك بيع ما أقول لك سوق سوق أنت سوق 100 نقطة أصحابي معهم ما يشتري ما يشتري لا يشتري أي شيء سجل عن طريق الأونلاين ولا تدفع ولا رنجل لا 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 لحظة الحين ما عندهم اللي يشتروا مش هيبيعوا ما عنده احتمال اني اشتري حتى يبيع انا لا 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 انا موجود انا موجود انا كلمت عمر الشباب هذا اي واحد يريد هكذا يشتغل انا سند وعد الله ورجع لي فلوسي هذا احنا قاعد ندور على الناس وانت عزيز اي واحد يقول لي اقول له لا تدور تدور دين دين وانا دينك ما نشتي تدخل الجنه واجر الزين موجود لا هذا حل ثاني انا اقول لك حتى ما تاخذ من انس ولا من اي شخص ولا في ناس يعني اذا هو عنده مهاره تسويق او تعلم لانه في ترى حتى على اليوتيوب دورات بس يقعد يفرغ نفسه ويتعلم المهارة يستخدم الصور في ناس الآن اللي قاعد نتكلم عنهم في الانستغرام والواتساب كله يعرض الصور واللي باعي قال له والله أريد 20 منتج أنا أعرف واحد من الشباب الآن قاعد يبيع عصارة هو معانا في الديكسن ما قادر يبيع ولا حبة من الديكسن ويبيع عصارات سعرها 60 رنجت يبيعها ب 400 ريال في السعودية وطلبات دق عليه وعايش على هالشغلة قلت طيب بيع بهذه بس لان احنا ما نعلم بيع نقول له روح اشتري 100 نقطه لو اشتري مش بيع ليه يشتري هو يقول لك انا جاي ما اريد اشتري انا اريد دخل انت تقول لي روح ادفع فلوس فاحنا هذا غلط هذا غلط هذه فهمتها اليوم ايوه مهمة ايوه كلنا نفس الشيء كل المفهوم اللي عندي اشتري بفلوسك لا خرج من جيبك ليش ليش مساله البيع فهمتها من الاخ جزاه الله هذا ممتاز لما ثريتوها ايوه انه بيع ولا تدور لك ناس يريد صابون ناس يريد شامبو أسألك سؤال الآن واضح أيوة الآن في منتجات شايفين هذا الروج مال أحمد شفاه أيوة والله أنا شفت طبيعي ينباع ب90 رنجت وفي ممكن أكثر طيب شو الصعوبة يعني إذا في صابون ينباع بأكثر من 20 رنجت وفي معجون أسنان ينباع ب30 رنجت وفي أقام هذا مو ناس تشتري مو محلات مفتحة إذن في ناس تشتري أنه لا نخدع أنفسنا لأن أحيانا الشيطان يعيشنا بوهم أنه ما في حد يشتري بهالأسعار لا في ناس قاعد تشتري بضعاف أسعار المشكلة فيك أنت كمسوق مو صحيح أنت ما قاعد تعرض سلعتك بشكل صحيح وما قاعد يعني توضح منافعها وكذا فوائدها كان الناس اشترتها لأن منتج ديكسن بالواقع إحنا قاعد نشوفه إحنا مو قوة يعني مو بقوة ترى قناعنا قاعد ننتشر أكثر شيء ترى بقوة المنتج بفضل الله نعم صحيح يعني بفضل الله عز وجل المنتج يا جماعة قوي الناس اللي قاعد يستخدمونه معنا ما يبطلون ما يتركونه صحيح فبالتالي إذا أنا قدرت أسوقه انحلت مشكلتي وكل الناس اشتروا شامبو لأنه هو المعضلة احنا كل ساعة قاعد معنا المعضلة عند الأعضاء أنه شلون أحقق ال 100 نقطة ويصل المعضلة عند هذا الناس اللي يريد نساعدهم هو وضعه تعبان ونقول له روح اشتري وهو يقول انا ما اقدر اشتري واذا خلاص خربت العمليه تماما لو قلنا له انت مطلوب منك تسوق ممكن كان شاف له فتح له حساب مجاني على تويتر على انستغرام على الفيسبوك ممكن يحصل عندي عضو الان في لبنان اللي هو دكتور سجي هذا الطبيب في الطب البديل بس قبل هذا اسال نفسك سؤال تحفيزي مثلا دكتور محمد او انا واي واحد ايش معنى أنا ما أقدر أنا وفريقي نشتري من 100 نقطة أو نبيع وفلان أشر أي واحد قاعد يبيع آلاف النقاط ليش ما أقول علمني إحنا نتكلم عن شخص ما عنده هذا النقطة عمر نفس الشيء أول ما بدأ ممكن تجربته بدأ قال منين 100 النقطة
لما تعلم الطريقة الثانية اللي يقول لي عندي 300 نقطة زيادة وين وديها؟ بالضبط. ذي زيادة معدي هو بس نغير الطريقة. يعني هذا مثال على السريع، هذا رجل وهو تخصصه مستعد يبيع باليوم 1000 نقطة. طلب المنتجات. طلب المنتجات ليش؟ كيف طلبها المنتجات؟ أنا مسوي لي صفحة مكتوب ديكسن عرب دوت ماي، يعني العرب في ماليزي، وحاط بها صور المنتجات. اجى طلب، اول ما طلب ب 12000 منتجات. انا دخت يعني شخص من البدايه من اول مره يحول لك 3000 دولار ويطلب منتجات. اذا في ناس في طلب، يعني انت بس يحتاج انك تعرض وتشتغل بشكل صحيح، وان شاء الله باذن الله تتوفق. احنا يهمنا والله، انا افرح كثيرا لما اشوف ناس واسر يعني متعففه ونوجد لهم فرصه عمل. والله يا جماعه هاي احسن من الصدقات ومن الزكاه، لانه بتكون انقذت حفظت كرامتك. وانا افرح من الناس اللي يحبوا الخير لما يكونوا وهذا يظل يدعي لك طول عمره. يعني انا في اعلام من اصدقائي لو بدي اساعدهم كما ساعدهم، كانوا في العراق وضعهم صعب والله، انه فيهم امراض سوء تغذيه وفقر دم وكذا، وحتى كان يمكن زوجته الولادة تكون يعني خطرة عليها، صار عندها حمل وكذا، وهذا السبب اللي خلاني أعرف عن المنتجات ولا أفكر فيه. وهذا من الأخطاء السابقة، أنه لأنه فهمنا خطأ ما فكرت أني أدعي، لأن قلت هذا وين شيء يشتغل، هذا ما يقدر يشتري 100 نقطة. شوف هذا الغلط. طيب بعدين زوجته مريضة وكذا، والدكتور يقول له لازم يعني لا يقدرون يسقطون الطفل وكذا، وضعها خطر وعندهم يعني فقر دمك. فقلت له أنفع لك السبايرولينا، كيف أسوي والله عشان تأخذها بسعر مخفض أحسن لك سجل عضوي. والله أتكلم معه بالطريقة على موضوع الصحي مو يم المهم. طبعا ما أرد أقول اسمه، يمكن ما. الآن خلّى مزير هو يتكلم بنفسه. هو يتكلم الآن، هو طبعا من أكبر الفرق بالعراق، ودخله ما شاء الله يعني يمكن يتجاوز 4000 دولار، وطلع يكمل دراسته برا، قدم استقالة، فحياته كلها تغيرت. من شفت آخر مرة في آخر لقاء يقول لي والله أنا ندعي لك، هذا كله من فضل الله. أنا والله عندي هذا تسوى 1100 شيك. أنا فكرت جديد، يعني أنا كم بحاول أحاول 100 دولار 200 دولار شهر شهرين بعدين أمل. صحيح، أو ظروفي ما تساعد كذا. لكن الآن وين؟ الآن هو ما شاء الله يعني دخله وأموره إن شاء الله. وأنت سعيد جدا جدا والله، هذا احس من ألذ المشاعر تمر عليك لما تجد رموز الخير اللي يسعون. اسمو واجتاز السماء جلالا، فازيد اسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب تقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأبر محتسبا بأم وأب، فاضى علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا. وأبر محتسبا
ودلالا وأكون في عملي التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال.